النهاردة بنكمل مجموعة حلقات شرح مايكروسوفت وورد، وهيكون معانا النهاردة قائمة انسيرت. ويعني ايه انسيرت؟ انسيرت يعني ادراج. هنا نقدر نعمل ادراج لمجموعة كبيرة جدا من العناصر لملف وورد بتاعنا، بتديله اضافات رائعة واشكال وامكانيات وحاجات كتيرة اقدر اضيفها لملف وورد. هنبدأ طبعا ان هو من اليسار زي ما اتعودنا، هنشوف ان هو حاجة اسمها اضافة كفر بيج. ايه هي الكفر بيج؟ يعني الصفحة الاولى مثلا للبحث بتاعي او للتقرير اللي انا بقدمه. بدوس هنا الاقي مجموعة كبيرة من الخيارات، هناخد اول خيار على سبيل المثال اهو، تمام، ادي اول خيار، واقدر ان هو اكتب موضوع البحث مثلا، فهمت، وبعدين بكمل بقية البحث تحت اهو، مثلا هنا هكتب موضوع البحث وبعدين بكمل البحث بتاعي. دي اول حاجة في قائمة انسيرت وهي الكفر بيج. البلانك بيج لو انا عايز احط صفحة فاضية، بمجرد ما ادوس عليها هنا اهوت اهو اضاف لي صفحة فارغة تحت الجزئية اللي انا كنت واقف فيها، صفحة بلانك يعني فارغة. بعدين هنلاقي بيج بريك. ايه هو البيج بريك؟ يعني تقسيم للصفحة. يعني انا لو فضلت اكتب مثلا جمل كتير ورا بعض، تمام، ما فيش فواصل ما بين الصفحات، ولكن اذا انا حابب مثلا افصل هنا اهوت بعد الجملة دي مثلا هنا اهو، بقف هنا واعمل بيج بريك بحيث ان الكلام اللي هيتكتب بعدها اهو يكون في صفحة التانية، واقدر بعدها اضيف ارقام لكل صفحة. هنا جزئية بيج بريك مفيدة جدا للناس اللي بتحب تقسم صفحات، وكل صفحة بتديها رقم معين وبتحط تتكلم عن موضوع معين. عندنا بعد كده انسيرت، وانسيرت تيبل ده ممكن نعمل له حلقة كاملة حوالين الجداول، بس احنا هنتكلم هنا على الجزئيات الرئيسية. هقف هنا مثلا، تمام، واضيف انسيرت تيبل هنا اهوت، بقدر احدد عدد الكولونز وعدد الروز. هنا اهوت الكولونز اللي هي بتبقى الاعمدة، والرو اللي هي الصفوف اهو، بقدر احدد. هنا بيقول لي مثلا اهو 4 في 1، يعني 4 كولونز في 1 رو في 1 صف. لو عملنا كده اهو اضاف لنا 4 كولونز 4 اعمدة وصف واحد. ده كان في جزئية التيبل. طبعا دي ليها اشكال كتير وليها شغل كتير، هنشوف ان شاء الله لما نشرح بالتفصيل قائمة الجداول. بعدين بنخش في insert picture. هنا هو insert picture يا اما اضيف صورة من عندي او اني اضيف صورة من الاونلاين sources. لو وقفت هنا هو بيديني خيارات اهو، ارجع تاني لقائمة insert. طبعا انا لو عايز اخلي دي ثابتة ظاهرة على طول، ما تاخدش جهد كبير زي ما انا دلوقتي خفيها، بقف هنا اهو ادوس هنا اهو عشان تظهر لي على طول قائمة التعليمات على طول اهو. ادوس هنا اهو، نرجع تاني، دوسنا هنا اهو ظهرت القائمة على طول. طيب يبقى نضيف صورة، اقدر اقف هنا اهو ويفتح لي الجهاز واجيب الصورة اللي انا عايزها اهو، مثلا على سبيل المثال اهو اضفت صورة من الجهاز بتاعي، او لو انا عايز اجيب الصورة اونلاين نفس الكلام، عندي انسيرت واروح على البيكتشر واقول له هات لي صورة من الاونلاين سورسز بتاعك. هو هنا عنده مصادره، هيفتح وهيلاقيه مقسم لنا الصور لكاتيجوريز، تمام، يعني هنا في فئات. لو انت عايز مثلا صور حيوانات او اي صوره متعلقه بالمجال اللي انت بتتكلم فيه، تمام، تقدر تختار من هنا دايركت. هنا مثلا صور الدوجز الكلاب، اقدر اختار الصوره اللي عايزها. طيب لو انا عايز ابحث مثلا، بقف هنا اهو واقدر اكتب كلمه فيش مثلا على سبيل المثال وادوس انتر، بيجيب لي صور للسمك اختار منها اللي انا عايزه. مجرد ما اختار الصورة واقف عليها واقول انسيرت اهو، بيعمل داونلودنج، بيجيب الصورة من المصدر الخارجي من على شبكة الانترنت اهو، جاب الصورة وبيقول لك المصدر بتاعها تحت اهي، المصدر بتاعها كده. ممكن اشيل طبعا المصدر، اعمله ديليت واخلي الصورة هنا، تمام. ده كانت insert picture سواء من الجهاز او من الاونلاين sources او اللي نجيبها من الاونلاين. طيب في عندنا قائمة insert. بعدين الشيبس اللي هي الاشكال، اقدر اضيف اي شكل من الاشكال. عندنا مجموعة كبيرة جدا جدا من الاشكال اهو، مثلا على سبيل المثال حاجات ممكن نستخدمها كتير اهو، لو انت عايز تعمل شرح لحاجة معينة او تشير لحاجة معينة، بتقف هنا وبعدين بتعمل insert shape وتختار الشكل اللي يعجبك. طيب
اللي بعدها ايكونز، لو انا عايز اضيف ايقونة معينة برضو جايب لك مصادر كتيرة جدا اونلاين تقدر تجيب منها شكل الايقون اللي انت عايزه. اهو تختار الشكل اللي انت عايزه، لو مش لاقيه هنا اهوت وعايز تبحث عنه تقدر تقف هنا وتكتب مثلا على سبيل المثال بول اهي انتر، ونختار الشكل اللي انا عايزه تمام وانسرت، بيجيبه لي برضو من المصدر الخارجي اهو اضاف الصورة اللي انا كنت بدور عليها. طيب بعد كده اقدر اعمل 3D مودلز، هنا هو برضو من الامكانيات الجميلة ان انا اقدر احط صور 3D، يعني هقف هنا واقول برضو انسرت واختار مودلز تمام، يا اما انا اجيبها من عندي من الجهاز لو انا عندي اي صورة 3D، او ان انا برضو اعمل عليها بحث في الاونلاين سورسز بتاعي تمام. بنخش بعد كده في السمارت شيب، هنا هو السمارت شيب زيها زي الاشكال التشارتز اللي هي الاشكال البيانية تمام، ولكن ديت بتكون اكثر تنسيقا وتقدر تعمل فيها تغييرات اللي انت عايزها. الناس اللي اشتغلت على الباوربوينت عارفة ان تقدر تعمل بيها شغل كبير وجميل جدا، يعني على سبيل المثال هنا هو اهو شكل هرمي اهو، واقدر اغير واكتب فيه اللي انا عايزه. بعدين عندنا حاجات تاني نقدر نخش برضو في قائمة انسيرت ونكمل مع بعض، نمسح بس الصور اللي عاملة لنا زحمة دي اهو، نقف عليها ونديليت على طول اهو. السمارت شيب طبعا ده ليه امكانيات كتيرة، ممكن برضو نعمل حلقة كاملة عن السمارت شيب وازاي انسق السمارت شيب واستخدمه بشكل جيد. بعد كده في عندنا التشارتس، التشارت ديت لو انت عايز تعمل شكل بياني مثلا عن الدخل الشهري او عن البادجت مثلا ميزانية عمومية لشركة من الشركات او الاداء الاعمال، اقدر اختار الرسم البياني حسب البحث او الموضوع اللي انا بتكلم فيه. وبعد ما بتختار تقدر تعمل عليه تغييرات كتيرة انت عايزها، يعني مثلا هنا الباي اهو اقدر اقف هنا واختار الشكل البياني هنا اهوت، واقدر احدد النسب، يعني الاول مثلا هنا اهوت نسبته 8 و2 اخليها مثلا 10، هنلاقي على طول الشكل بتاعه اختلف اهو، لاحظ ان في اختلاف بيحصل تحت. التاني مثلا 20، اول ما ادوس انتر بص على طول غير في الشكل ده الاشكال البيانية. بنخش نكمل في قائمة انسيرت، انا بحاول طبعا زي ما قلت لكم ده شرح سريع جدا علشان ما تملوش وفي نفس الوقت يكون عندك الاساسيات فقط، اما زي ما قلت لكم في قوائم معينه وفي خيارات معينه ان شاء الله بنحط لها حلقه كامله للشرح بتاعها. هنا هو اقدر كمان اعمل انسيرت سكرين شوت، يعني مثلا لو انا دوست على سكرين شوت هنا هو تمام واجي اعمل انسيرت بيبقى على طول فاتح لي الجهاز تمام اهو، احط لي السكرين شوت اللي انا كنت واخده تمام، واقدر اختار المكان اللي انا عايزه في قائمه انسيرت وسكرين شوت تمام. طيب عندنا بعد كده بنخش على الاد اونز، الاد اونز ديت اللي هي الاضافات بتاعت جوجل، وديت برضو من الحاجات الكبيره جدا اللي ان شاء الله هنسرد لها حلقه كامله، بس انا هديكم مثال بسيط عليها. انا مثلا هقف هنا اهوت ونشوف الاد اونز ممكن تدينا ايه. هنا اهوت اضافات كتيره جدا زيها زي المتجر اهو، حتى كاتبها لك الستور بتاع الوورد، يعني من ضمنها من ضمن الاضافات ان انا اضيف الويكيبيديا عشان اقدر ابحث اللي هي الانسايكلوبيديا، او هنا اقدر اضيف الموسوعه مثلا على سبيل المثال، احط هنا اهوت واقدر اضيف الموسوعه عشان اعمل عليها بحث. اول ما بضيفها بتكون عندي موجوده في المصادر بتاعتي اهو، بتظهر اهو، اقدر ابحث اثناء ما انا شغال على المايكروسوفت وورد اهي، بتتحمل زي ما انتم شايفين. بعد ما تتحمل اقدر على طول ابحث بشكل مباشر وانا جوه المايكروسوفت وورد، يعني على سبيل المثال هنكتب مثلا ايجيبت انتر، هيجيب لي معلومات كتيره جدا حوالين ايجيبت اهو، اقدر اختار اللي انا المعلومة اللي انا عايزها، وفي حتى كمان امكانية ان انت تسمع الصوت اهو، نختار الجزء مثلا المعلومة اللي انا عايزها من اهوت من على الويكيبيديا،
واعمل كوبي ليها او اضيف اهي اضافة الام بلس، على طول بتضاف بشكل مباشر للنص اللي عندي. مجرد ما بدوس بتيجي هنا اهو زي ما انت شايف. من اهو اضاف ليه، اضافها لي كمصدر، وادي المصدر بتاعنا في الويكي فيديو. لو عايز كمان اعمل بحث في الايمج جوه الويكيبيديا برضو نفس الشيء، اهو اهو بتكتب ايجيبت وتستنى لما يبحث وبيجيب لك صور متعلقة بنفس البحث بتاعك. اهو ندوس على ايمج، اي حاجة متعلقة بالموضوع تقدر تختارها. ده كان جزئية الاد اونز، وزي ما قلت لكم الاد اونز ديت ان شاء الله ليها حلقة كاملة نتكلم فيها عن اهم الاضافات اللي اقدر اضيفها لمايكروسوفت وورد. بعدين بنخش في الماي اد اونز. هنا لو انا كان عندي اضافات، هنا زي ما انتم شايفين اضفنا الويكي فيديو وهي موجودة عندنا من ضمن الاضافات اللي عندنا. هنا لو انا عايز اجيب فيديو، تمام، اقدر احط هنا اليو ار ال بتاع الفيديو، العنوان بتاعه بتاع النت. مجرد ما بخلص العنوان واقول انسرت بيجيني الفيديو يتحط مكانه هنا. بعدين هنا اضافه لينك، يعني مثلا على سبيل المثال اللينك اللي هو الرابط، ادوس هنا اهوت هكتب مثلا عنوان الرابط، مثلا هقول كليك هير، اضغط هنا تمام واكتب هنا العنوان مثلا google.com. اهو هنا العنوان كليك هير والرابط زي ما انتم شايفين فوق google.com. يعني انا لما ادوس هنا اهوت بعد ما بخلص خالص هتبدا تتفعل اللينك عندي، ان انا لما بدوس كليك هير يفتح لي على طول على google.com. هنا اهو دي اضافه اللينك. معانا بعد كده قائمه البوك ماركس. هنا اهوت البوك ماركس اللي هي العلامات المرجعيه بتاعتك، او زي ما تقول عليها الفيفوريت مثلا، ان انت تقدر ترجع لها بعدين في الملف. يعني انت بتقف على اي جزئية في الملف خلاص، وبعدين بتقدر تضيف البوك مارك اللي انت عايزها، تديها هنا هو اسم مثلا، لو قلنا مثلا فيجر 1 تمام، نقدر نضيف هنا هو بوك مارك للمكان اللي انا واقف فيه، تمام، بحيث ان انا اقدر ارجع له بنفس الاسم بتاعنا. دي طبعا ان شاء الله برسرد لها حلقة مخصوص للبوك ماركس والكروس ريفرنس ان شاء الله. بعدين عندي هنا هو الكومنت، يعني لو انت حد بعت لك ملف مثلا معين وعايز تعمل كومنت على جزئية معينة او تصحح جزئية معينة، فالمكان اللي انت بتقف فيه تقدر ان هو تضيف كومنت، بيكتب لك اسم الشخص هنا هو، وبتقدر تقول مثلا ريفايز ذس بارت، هنا هو تطلب منه مثلا مراجعة الجزء دوت، او لو عايز تعمل تعديل على الجزئية اللي انت واقف عليها بتقدر تكتب التعديل. ولما الشخص يفتح الملف بيظهر ان فلان هو اللي كتب الكومنت دوت، وبيظهر لك هو عايز ايه بالظبط. ده كان في جزء الكومنت. بعدين بنخش في القائمة اللي بعدها اللي هي الهيدرز والفوترز. الهيدرز اللي هي العناوين اللي بتبقى ثابتة في كل الملف، والفوترز نفس الشيء ولكن بتكون الحاجات اللي بتتكتب تحت بشكل ثابت، ممكن يكون مثلا رقم مرجعي للصفحات، او يكون مثلا اشارة لنوع الملف، مثلا تدقيق حسابات، سنة التدقيق او كده. هنا هو هيدرز اهو، نختار شكل الهيدرز اللي انا عايزه اهو زي ما انتم شايفين، بيبقى مثلا اهو على سبيل المثال تقدر تكتب جمل هنا وكلام هنا، هنا هو مثلا موضوع البحث وتقدر تكتب، وهنلاقيه ان هو اتكرر في كل الصفحات بشكل اوتوماتيكي. ولما ادوس هنا خارج خلاص ثبت لي الهيدرز، وفي نفس الوقت اقدر ارجع تاني للملف اكتب اللي انا عايزه. الفوترز نفس الشيء ولكن بيكون تحت في اخر الصفحة. لما ادوس هنا مثلا على سبيل المثال اهو، هنا اهو نقدر نكتب اللي انا عايزه وبيتكرر في كل الصفحات. بنكمل عندنا هنا بيج نمبر، دي برضو بقدر اختار الترقيم بتاع الصفحات وشكله. يعني انا اهو اقدر احط رقم للصفحة في توب اوف بيج، يعني في اعلى الصفحة، او البوتوم اوف بيج في اسفلها. واقدر احدد كمان ايه اللي كتب في المارجن، لو انا عندي مارجن على اليمين او على اليسار تمام، او ان انا اقول current position. يعني مثلا انا بقف في مكان اهو
وبعدين اقوم عامل انسرت بيج نمبر في نفس المكان اللي انا واقف فيه، فبينزل لي على طول الترقيم في نفس المكان اللي انا نازل فيه. هنا هو الفورمات اقدر احدد، يعني لما اخش هنا يديني بقى خيارات، عايز الترقيم 1 2 3 1 2 3 الف باء اي بي سي، حسب شكل الترقيم للصفحات اللي انا عايزها. دي كان رؤية سريعة للهيدرز والفوترز، وان شاء الله برضو بسرد لكم حلقة كاملة بنتكلم فيها بشكل مستفيض عن انواع الهيدرز والفوترز وازاي اعمل ارقام للصفحات بشكل مختلف. هنا هو عندنا كمان انسرت تكست بوك، هنا هو مثلا على سبيل المثال وانا بكتب تمام عايز اعمل مربع نصي اكتب فيه حاجة مثلا معينة، فبدوس هنا بيجيب لي اشكال كتير للمربعات النص، اقدر اختار منها النوع اللي انا عايزه وبعدين اكتب جواه الشكل. يعني مثلا على سبيل المثال اهو اختار المربع ده اهو، اقدر اسحبه للجزء اللي انا عايزه وبعدين بكتب جواه المحتوى اللي انا عايزه. بنخش بعد كده اهوت لجزئيات متعلقة برضو بالاضافات المتعلقة بالانسيرت، يعني اقدر هنا اهوت بيكون عندي هيدرز ثابتة تمام اقدر اضيفها للملف بتاعي، وطبعا زي ما انتم شايفين هنا اهوت الجزئية بتاعت الارت يعني الكتابة بأشكال مختلفة. لو ما اقف هنا اهوت على سبيل المثال اهو كتب لي الجزء اللي انا واقف عليه بالشكل اللي انا وقفت عليه، ارجع تاني انسرت نختار الشكل اللي انا عايزه اهو جاب لي الجزئية اللي انا كنت معلم عليها وبيغير لي الشكل لو انا عايز شكل الفونت بهذا الطريق. ده كان في الارت الجزئية بتاعت الكتابة تمام. هنا هو بقى المايكروسوفت اوفيس سيجنتشر، لو انت عايز تعمل سيجنتشر خاص بيك لصفحاتك تمام، يعني مثلا تكتب نوت مثلا اسمك تمام بيظهر في الملف ان الملف دوت اللي عمله سيد تمام. وهنا هو التايتل، لو انت عايز تعمل تايتل مثلا تقول جي ام مثلا هو جنرال مانجر تمام، ولو عايز تكتب الايميل بتكتب الايميل وتكمل. ده كان اشارة للسيجنتشر، ان انت لو عايز تعمل سيجنتشر للملف عشان تحدد مين اللي هو عمل الملف او مين المصدر هذا الملف. طبعا اضافة الاوبجكت اللي هو الكائن، يعني اقدر اقف هنا اهوت واضيف اي ملف تاني للوورد يفتح عن طريق الوورد، يعني ممكن لما ادوس هنا اهوت على سبيل المثال هلاقيه بيفتح لي قائمة الجهاز بتاعي واختار منها ملف الاكروبات اللي انا عايز اضيفه. لما ادوس هنا اوكي وزي ما انتم شايفين بيفتح لي قائمة الجهاز واقدر اختار ملف الادوبي اللي انا عايز اضيفه هنا بحيث ان اهو فدوت بيبقى اشارة للملف من داخل اهو اتحط كله بالكامل في المايكروسوفت وورد بتاعي. ده لو انا عايز اضيف كائن، والكائن طبعا انواعها كتير في اللي هي في قائمة الاوبجكت تمام اهو هنا اهو اقدر اختار، ممكن احط اشارة الاكسل شيت، ممكن احط اشارة للباوربوينت حسب اللي انا عايزه، ممكن حتى اعمل اشارة لانواع مثلا ملف تاني اهوت وورد باد مثلا تمام، اقدر اضيفه بحيث ان انا اوتوماتيك ينزل كل محتوى عندي هنا على الجهاز. عندنا اخر حاجة في قائمة انسيرت هنا اهوت اضافة الايكويشن، لو انا بكتب حاجات متعلقة بالرياضيات مثلا عايز اكتب مثلا معادلة رياضية فبدوس هنا اهوت تمام بيظهر لي اشكال المعادلات الرياضية تمام، مثلا الشكل اللي انت عايزه بتختاره اهو بيجي لك شكل المعادلة، بتقدر تعمل فيها تغييرات مثلا اللي انت عايزها، مثلا تقول هنا اهوت مثلا 100 وهنا مثلا على 10، فده المعادلة بتنزل بالشكل ده بدل ما تكتبها انت بايدك وتتلخبط، فده بيعمل لك انسيرت للمعادلة بشكل جميل زي ما انت شايف بشكل الرياضيات اللي احنا عارفينه. بعدين بنخش على insert symbol، لو انا عايز اضيف رمز معين مثلا على سبيل المثال علامة صح، مثلا عايز اقول ضع علامة صح امام الصندوق مثلا، فبقف هنا اهوت بقول مثلا insert وبعدين بكتب هنا اهوت العلامة دي تمام، فهنا اهوت بقول مثلا حط لي علامة صح امام
البوكس. البوكس مثلا ممكن اعمل انسيرت واضيف مثلا الصندوق ده، تمام. فهنا هو دي اضافات كتيره جدا للسيمبلز او اللي هي الرموز. طبعا عندنا في المزيد من الرموز، اقدر اختار فيها رموز طبعا الروماني، العلامات اللي صعبه ان انا اعرف مكانها فين، بقدر اجيب كله من قائمه السيمبلز. وممكن اجيب حاجه اسمها سبيشال كاركتر زي مثلا الكوبي رايت او تريد مارك مثلا، اقدر الاقي ان هو موجوده العلامات الخاصه اهي. ادي مثلا على سبيل المثال انسيرت، على طول اضاف لي تحت هنا زي ما انتم شايفين اهو علامه الكوبي رايت. دي كانت رؤيه سريعه لقائمه انسيرت، يا ريت تكونوا استفدتم بشرح النهارده، وان شاء الله نستكمل بقيه الشرحات في الحلقات القادمه لمايكروسوفت وورد. ويا ريت ما تبخلوش علينا بشير وسبسكرايب ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.